تحول جذري في تصميم المدن. أغلب المدن اللي نعيش فيها اليوم هي من يعني في تصميمها في بداية القرن العشرين مع اختراع السيارات، كان تصميم المدن يعتمد على ثلاث محاور، وهي المحور الأول عدد السيارات التي تستوعبها شوارع المدينة، والمحور الثاني عدد الناس الذين يعيشون في المنطقة أو بما يعرف كثافة السكانية، أما المحور الثالث المناطق المختلفة في المدينة، التحول في طريقة تنقلنا في المدن. فالتنقل هو من أهم ركائز جودة الحياة في المدن.